علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. وعندما سمع يسوع ما قيل عنه، ترك اليهودية ومضى أيضاً إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء. أعطيني لأشرب. لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاماً. أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني لكي تشرب؟ لم يكن اليهود يستخدمون الأكواب نفسها التي يستخدمها السامريون. لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يطلب منك ماءً لطلبت منه، فأعطاك ماءً حياً. يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ لا تدعي أنك أعظم من يعقوب. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش مجدداً ولا أتي إلى هنا لأستقي. اذهبي وادعي زوجك وتعالي. ليس لي زوج. حسناً قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. أرى أنك نبي. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أنا أعلم أن المسيح سيأتي، فمتى جاء يخبرنا بكل شيء. أنا هو، أنا الذي أكلمك.